نعم، معنا يعني الأخوات المشاركات اليوم في هذا المعرض. هذا معرض أشغال يدوية، أنتم لديكم هذه الموهبة ما شاء الله، يعني أيادي من ذهب. تحكي لنا عن الفكرة، منين أجت نبعت هذه الفكرة؟ الفكرة كانت بالصدفة، شفنا صفحة على الفيسبوك اللي بتعمل جسدين، بتعمل لها عتوف. من هون بلشت الفكرة، بأنه بنينا صفحة على الفيسبوك مشابهة وبلشنا بنصوت جسدين اللي مش موجودة عندنا كبلد وك مش مع هالقد مألوفة، يعني نعم. حاولنا انه نتميز. نعم. بلشنا بالصفحة، بعدين زدنا موضوع تاني اللي هي مجانين من البلفونات. بعدين فكرنا انه صار في بالبلد اهتمام هذا الموضوع ودعم من مؤسسة طلاب الجامعيين اللي عنا بالبلد، وطرحوا علينا ليش ما نعملش معرض لكم بالمتنس عنا بالبلد. فاحنا قلنا انه حلو، احنا حابين نتقدم، حابين نصير مسؤولين، حابين انه نعتمد على انفسنا، فقررنا انه نعمل هذا المعرض. وفتنا على تحدي انه احنا نعمله بفتره اللي هي فتره بقاليت عنا، كان انجازنا مجرد 7 ايام انه نعمل شيء اللي يقعد بمعرض على مستوى بلد مش على مستوى مجرد اصحاب وعيله. فالحمد لله قدرنا نحقق شيء، وشفنا طابع حلو من مجرد يقلط العرض 5 دقائق كانت نص طاوله صارت فاضي. نعم. الحمد لله. يعني احنا بنحكي على مئات المعروضات والمشغولات اللي انتم اشتغلتوا فيها. احنا شفنا معاكو ايضا مدير المدرسة دكتور قيصر بتون، الاخ على طلاب الجامعيين، انتم بتلقوا الدعم من كل المؤسسات هاي البلد، فكيف انتم شعوركم انه عم تتلقوا هذا الدعم كله؟ شعورنا اكيد بنوصفش. نعم. لانه لما احنا واي بنات اي ناس اللي هي عندها موهبه معينه بتلاقي دعم من المؤسسه اللي عن جد مؤسسه بتضل واقفه جنب هذا الشخص لحد ما ينهي عمله ويكون عن جد مستوى تميز، ففخر لنا وفخر لبلدنا ان يكون هيك مؤسسات عندنا. نعم. ايضا معنا الاخت اليوم نظره عن قريه الجيد المكر، عن قد نظره مش كل قد مليحه، ولكن انتو عم تضعوا بصمات هالقد رائعه، بصمات حلوه، ايديكو فيها فن، احنا شفنا كثير من الفنون اللي هي رائعه جدا. فشو الرساله اللي بتحبوا توصلوها للوسط العربي ولايضا للشبيبي والشباب في البلد؟ اول شيء انه في كثير انه بعارضوا هالابداع والفنون، انه بيعتبروها انه اشياء انه فيها شيء لقيمه انه تساعدنا بالمستقبل. نعم. وبالنسبة إلي إنه الإبداع أهم شيء، الإشي اللي هذا بحبه بينجح فيه. كيف شايفين أنه الحمد لله نجح الموضوع، وبرأيي إنه بالبلد في مشاكل وهيك، إنه إحنا عم نعطي إنه بصمة إنه في أشياء منيحة بالبلد. أنا شفت أيضاً أهليكو عم بيدعموكو هنا ومرافقينكو في كل مشواركو. شكراً لكم، بالتوفيق إن شاء الله. معنا الدكتور قيصر أنطون، طبعاً مدير مدرسة البينوني الثانوية في قرية زيد المكر. يعني اليوم أنت تبارك للطالبات في افتتاح هذا المشغل اليدوي الرائع. هل شايفين قديش في زوار لهذا المعرض؟ أنتم تدعمون هذا التوجه؟ بلا شك طبعا، طلاب طالباتنا في صف 12 يعني بادروا لهذا العمل الفني، والحقيقة هذا إشي كتير مشجع، لأنه بالإضافة إلى يعني التربية والتعليم هناك لمسة فنية وبصماتها واضحة في هذا المعرض. فيعني أنا بهنيهن وبشد على أيديهن، وكل احترام، يعني الإبداع يبدأ من خطوات صغيرة ويرتقي إلى السماء. نعم. أيضا بجانب الجانب التعليمي هناك أهمية كبيرة لقضية أن يكون عند الإنسان موهبة معينة وينميها، وأيضا المدرسة تدعم هذا الفوز. بلا شك طبعا، كل إنسان هو إنسان مبدع، قد لا يكون في حقل التعليم وقد يكون في مجال آخر، إذا كان رياضة أو فن أو أي مجال آخر،
وكثير من الأشخاص اللي لم يبدعوا في مجال العلم ولكن أبدعوا بشكل منقطع النظير في مجالات أخرى. ففعلا يجب أن نرعى هاي المواهب وأن ننميها وأن ندعمها وأن نشجعها. نعم، شكرا لك أستاذ. معنا الأخ علاء، طبعا مدير مؤسسة طلاب الجامعيين في جديد المكر. تحكينا هنا في مجموعة أخوات طالبات اللي هني يعني بتلقوا الدعم من طرفكم في معرضهم للأشغال اليدوية. هذا أمر جدا مهم، قضية دعم هاي الشريحة من أبنائنا. إحنا كمؤسسة لطلاب الجامعيين وكنخبة من طلاب الجامعيين الموجودين هنا في جديد المكر عم نحاول ندعم طلاب الثانوية اللي هني بمرحلة معينة رح يكونوا جزء لا يتجزأ من مؤسسة طلاب الجامعيين ومن طلاب الجامعيين ككل. اليوم بوضعنا هون في جديد المكر احنا حابين انه نوصل رسالة معينة انه الشباب اليوم اللي موجودين هون في عنا في مواهب ثانية، في مواهب مختلفة اللي رح تطلع من قلب جديد المكر هون تتوصل رسالة لأهل بلدنا وللوسط العربي ككل. رح نقدر نغير الفكرة اللي موجودة عن جديد المكر هون ورح نوصل رسالة المواهب. المواهب اللي هنا لازم تطلع أكثر وأكثر لبرا وتعرض الأشياء اللي عندها. طبيعتنا احنا رح ندعم الطلبات وهن طلبات مدرسة ثانوية وبعدين حتى مش مخلصين 18 سنة وقدروا طريقة موهبتهم وطريقة تصميمهم يقدموا أكثر من 250 تصميم منتج يدوي اللي هو بشكل عن جد مميز وبشكل كيف ما أنتوا شفتوا هنا اليوم. اللي بيقدر يعبر عن إشي واحد إنه بعد في ثامة كتير كتير منيحة ببلدنا جدًا. نعم، يعني أنتم بصدد الانطلاق نحو العديد من النشاطات والفعاليات من أجل قلب كل الموازين التي يعني يتم أخذها بعين الاعتبار، قضية العنف وغير العنف المأخوذة بشكل بعيد عن قضية عن أهل الجيل المكر. صحيح جدا، وهي واحدة من الشغلات اللي احنا عن جد لازم نقدر نوصلها انه الشباب اللي الموجودين في الجيل المكر اليوم راح يكونوا من لأجل مستقبل أفضل لا شبابنا ولا طلابنا وكمان لكل البلد ككل. طريق المواهب، طريق الخامات، طريق يعني الطلاب اللي موجودين هون اذا كانوا اللي قدرنا نكتشفهم واللي بعدنا مش مكتشفين ان شاء الله عن قريب رح نكتشفهم اللي يقدروا ينهضوا بالبلد ويقدروا يوصلونا لابعد. نعم، انتم بحاجه لكل دعم من كل الاطراف، ان كان مؤسسه المجلس المحلي، ان كان المراكز الثقافيه او الجمعيات، وكل انسان معطاء في امكانيه يقدم أن يضع يده بيدكم من أجل الانطلاق في هذا المجال. لا شك، وهذا الإشي لقيناه كمان من طرف السلطة المحلية، لقينا فيه دعم كثير اللي ساعدنا بالمعرض هون بداية. مدير المركز الجماهيري اللي بلش بالفعل بالسنة هاي بالسنة الحالية 2013 بيشتغل بشكل رسمي المركز الجماهيري، كان في دعم كمان لأنه هون. والمعرض هذا عبارة عن السلسلة الثانية اللي احنا رح ننطلق فيها لسلسلة طويلة من الفعاليات ومن المعارض اللي رح نفاجئ بلدنا ورح نفاجئ الوسط العربي ككل. شكرا جزيلا لك. معنا الأخ صالح نجم، طبعا مدير المركز الجماهيري في جديد المكر. احتضانكم لهذا المشروع طالبات فنون يدوية هذا أمر محفز لهن من أجل يعني أنه يستمروا في هذا المشروع. أول شيء بشكر كل قائمين هذا العمل، مع أنه كان فترة قصيرة جدا حتى نحضر لهذا المعرض، بس أنا بعتقد أنه مدير المركز الجماهيري، مدير الجمعية تبعت الأكاديميين بفضلهم هم وصلوا لهوني. طبعا وظيفتنا كمركز جماهيري إعطاء الفرص لبناتنا لشبابنا إظهار المواهب المدفونة عندهم. أنا بحكي لك بصراحة، يعني أنا متفاجئ من الخامات ومن العروض الحلوة ومن الأشياء الثمينة اللي أعطوها. فأنا بتأمل بالنسبة لهم تكون خطة بإذن اليمين نحو عالم أوسع، عالم اللي إحنا بحاجة إليه من جهة الفن والتذوق، ومن جهة كمان النظرة الأخرى، حتى مش هالقد عيب أما نظرة البزنس ونظرة أكثر توسع الإشي لمشاريع صغيرة أو كبيرة إلهم هذول الصبايا. نعم، شكرا لك.